السلام عليكم. في إطار الأطباق الشعبية المغربية غنقترح عليكم اليوم اللوبيا، طريقة سهلة وجد مبسطة. ندوزو التفاصيل ونتمنى أنها تعجبكم. دونك نبداو بالمقادير هما الأولين. عندي الكمية ديال اللوبيا، إذا ضروري خصها ترطب ليلة كاملة، يعني كنغطيوها بالماء، خصها تغطيها بالماء باش ترطب، تاخد وقتها باش ما تمحنش في الطياب. دونك غادي ناخدو كمية ديال القزبر المعدنوس، خديت فصوص ديال الثوم، خديت 4 الفصوص ديال الثوم، وخديت هاد البصله الصغيره. انا غنرميها هكا صينه، هي كطيب لان اللوبيا كتاخد الوقت ديالها في الطياب، دونك حتى هاد البصله غادي تذوب لينا مع اللوبيا. ما تخافوش انكم ترميوها صينه، اكونديسيون تكون البصله صغيره. وعندي طوماط سوريز راه متوفره دابا حاليا والثمن جد مناسب، دونك انا اليوم فضلت ندير هادشي صغير، الطوماط سوريز والبصله الصغيره كما قلت لكم اللوبيا. بالنسبه للعطريه عندي سكنجبير، عندي واحد العويد ديال القرفه، وعندي الملحه، الخرقوم عود، عندي شويه البزار، وعندي شويه التحميره، وشيء طبيعي عندي الزيت البلديه. دونك غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نرميها، وخصها وقتها ان فوا تغلى كنقصوا عليها العافيه وتنخليوها باش تطيب على خاطرها. دونك كنرميو بسم الله. رمينا اللوبيا، غادي نتبعوا لي طوماط سوريز. هذه كتطيب البارد في البارد، كتجي رائعه وبواحد المذاق مميز بهذاك العويد ديال القرفه اللي درنا. دونك كنديروا هاد شويه تاع القزبر والمعدنوس. وبالنسبه للعطريه كنديروا الراس المعلقه، ما كنكثروش العطريه بزاف، معلقه صغيره هذه ديال سكنجبير، معلقه صغيره تاع خرقوم عود، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال هذه، غادي ندير معلقه كبيره ديال التحميره. عندي العويد تاع القرفه والملحه، ما نكثرش الملحه، كندير القياس كنملح، ها هي ما نكثرش بزاف. وشيء طبيعي كندير الزيت البلديه، ندير القياس ديال نص كاس هكاك. دونك كيف ما كتشوفوا انا درت البارد في البارد، غير هي فاش غتغلى ضروري نقص عليها ونخليها طيب على خاطرها، لان كتبغي الوقت ديالها باش طيب، الوقت الكافي. بالنسبه لهذا الطبق راه طبق نقدروا نقولوا للفقراء، وطبق فقير وطبق ارستقراطي. بالنسبه للفقراء حنا راه تناكلوها كوجبه اساسيه وكوجبه رئيسيه في الغداء، يعني تنحطوها هي ومعها شويه بيضه ولا الحوت ولا. وبالنسبه للطبله الارستقراطيه كتحط كمقبلات، يعني في الاول تاع الطعام ديالهم. مهمه بزاف، فوائدها كثار، القطاني كلها وبصفه عامه يعني المنافع ديالهم كثار. دونك تحتم علينا اننا هاد القطاني سواء اللوبيا سواء العدس على الاقل ناكلو مره في السيمانه، يعني ضروري انا كنقولها وكناكدها ضروري. كيف الحوت خصو يتكال 2 مرات حتى 3 في الاسبوع، يعني القطاني حتى هي خصها تدخل في النظام الغذائي ديالنا على الاقل مره في الاسبوع. دونك اللوبيا ديالنا هي وجدت، انا كيف ما طفيت عليها بغيت نوريكم كيفاش كتجي. ها هي ديك المطيشه باقه، يعني بريسك راها دابت، كتبقى غير ديك الجليده الفوقانيه ديالها. المهم علينا كنخلطوها، البصيله حتى هي جو بونس راها دابت. دونك كتجي على هذا الشكل، كنحيدوا داك العويد ديال القرفه صافي، وكنقدموها بالصحه والراحه، يا اما في طبق جماعي. المهم انا غادي نحطها دابا في طبق فردي، كتشوفوا المريقه ديالها خاطره. دونك كنجيبها هنا كنكبو القياس اللي غادي ياكل واحد، قدموها مع خبيز ديال القمح، كتجي اكله شعبيه هائله. وكيعجبني انا ندوزها مع اتاي، كتعجبني اللوبيا باتاي. كنتمنى ان الطبق ديالنا اليوم يرافقكم، الصحه والراحه، والى الملتقى في وصفه قادمه ان شاء الله.